السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة مع بعض على الموديلنج ستيبس، والموديلنج ستيبس دي خاصة بأي برنامج أناليسيس هنشتغل مع بعض فيه، خاصة في الوحدة الأولى. لو جينا اتكلمنا مثلا على الساب، أو لو اتكلمت على باكج مجموعة السي اس اي سواء ساب أو سي أو اي تابس أو حتى سي اس اي كولوم، هنلاقي إن الستيبس واحدة مش بتتغير. وهنلاقي على فكره برضو الموديلنج ستيبس دي لما نيجي ندخل على الروبوت او المايداس او البروتا ستراكشر، هنلاقي برضو نفس الكونسبت مع اختلاف بعض الحاجات الصغيره اللي هي في ايه. هو الكونسبت واحد، مفيش اي مشكله. هتدخل تعرف برضو اليونتس والجريد والديفاين وسكشن ودرو ولودز ورن وهتحل والكلام ده، انما بس هتلاقي المختلف الحاجات المختلفه في المسميات. هتلاقي المسمى بس هو اللي مختلف، يعني هتلاقي مثلا هنا السلاب اسمها اريا، هناك هتلاقي اسمها شيل، هناك ما اعرفش هتلاقي، وهكذا هتلاقي اختلافات بسيطه. فلو جينا اتكلمنا على دلوقتي الموديلنج ستيب، هنلاقي ان انا بعمل الست خطوات دول. اول خطوه بتدخل على البرنامج وتروح تعرف اليونتس والجريد. طبعا اليونتس يا اما يو اس متريك يا متريك اس اي، احنا بنشتغل على اليو اس متريك اللي هو المليمتر والمتر وهكذا، شو بالطن. الجريد دي في حالة إن أنا مثلا هرسم على البرنامج، بمعنى إن أنا هعمل أدخل جريد وأبدأ أرسم على البرنامج زي ما هنشوف إن شاء الله قدام. وإحنا بنرسم على برنامج زي المايداس أو الروبوت أو البرامج دي هنرسم عليها إزاي. الخطوة اللي بعد كده ديفاين للماتيريال، والماتيريال دي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. فبتبدأ تعرف أول حاجة الاف كيوبيك اللي هو المقاومه المميزه للخرسانه، بتعرف المودولس اوف الاستيستي الاي، بتعرف البواسونز ريشيو، بتعرف الكوفيشنت ثيرمال اكسبانشن، فدي كلها من الماتيريال. بعد كده بتعرف ديفاين للسكشن، اول حاجه بتدخل تعرف السبورت، بتعرف الفريم اليمنت، بتعرف بعد كده الشيل اليمنت اللي هي البلاطات. الخطوه اللي بعد كده بتروح ترسم دي اكس اف فايل، اما تعمل دي اكس اف فايل زي ما عملنا، يا اما تعمل يوزنج ساب بترسم من طريق البرنامج درو بقى، او سواء بقى درو للاليمنت الاين او شيل او وات ايفر. بعد كده المرحله اللي بعد كده بتبدا تعمل لودز، تروح تعرف اللودز بتاعتك. طبعا احنا عارفين اللودز عندنا انواع، عندنا لاترال فورس وعندنا الفيرتيكال فورس. احنا دلوقتي بنتكلم على الفيرتيكال فورس، فبتروح تعرف لود باترن، بتروح تعرف اللود باترن الديد لود ولايف لود، وبتروح تعرف من اللود كومبينيشن الوركينج والالتيميت، الاحمال اللي انت هتصمم عليها، تصمم بطريقه الوركينج ولا الالتيميت، هنعرف كمان شويه الفرق ما بينهم. بعد كده بتحل تقول له ران وريزلت، بتطلع بقى ديفليكشن وبتطلع رياكشنز ومومنت وشير وهكذا. دي الستيب. طب لو جينا بصينا على اللودز، اللود عندي بتتكون من لاترال لود، جرافيتي لود، الاثر. اللاترال لود دي عباره عن الويند لود والسايزميك لود، ودول هنعرفهم في الوحده الثانيه. الجرافيتي لود ودي اللي هي الفيرتيكال لود اللي هي الديد واللايف والول والفلورنج كفر. تلاقي ان الديد بتاعتي اللي هو الحمل الميت اللي عندي هو عباره عن الجاما في الاتش، الكثافه في الحجم. لايف لود دي بتنفصل شويه، اللي عندك فلور لايف لود، عندك روف لايف لود، عندك سنو لودز، دي كلها متجمعه من احمال اللي هي موجوده في اللايف لود. طبعا احنا عندنا في الكود المصري مفيش سلوج وكده، فمش بتلاقيها، بتلاقيها في الكود الامريكي. الروف لايف لود دي لو انت مثلا هتحط حمل على الروف، الفلور لايف لود اللي هي اللي على التيبيكال وهكذا، والادوار اللي هي المتكرره. الول دي احنا عارفين ان الول دي لو انا عايز اجيب زي ما قلنا اي وزن، فهو عبارة عن الكثافة في حجم، كثافة في حجم، تشوف كثافة الطوب وتشوف الحجم بتاع الطوب بتاعك وتضربهم في بعض يجيب لك الحمل بتاع الول. الفلورنج كفر دي مطاطية شوية في الكود الأمريكي، فمش هتلاقيها برقم مميز، ومش هتلاقيها برقم زي الكود المصري بيقول لك 150 كيلو جرام على السنتيمتر سكوير. لا، ده انت بتلاقي القيمة ديت بتبقى مش بتلاقيها يعني واضحة وصريحة في الكود، لان انت الفلورنج كفر ده عباره عن التشطيبات، فالتشطيبات دي انت داخل معاك مثلا انا بيبقى عندي السقف ما فيهوش عليه اي حاجه،
فببدأ أحط رملة وببدأ أحط السيمنت بتاعتي وببدأ أحط الكفر بتاعي وهكذا. فدي دول كلهم لو أنت عايز تحسبها مانيوال الفلورينج كفر مفيش مشكلة، تشوف البلاط كثافته كام وتضربه في الحجم بتاعه، بتشوف الرملة بتاعتك حجمها في كثافتها وهكذا، تبدأ تحسب الفلورينج كفر. عندي اذر، عندك احمال زي التمبريتشر، عندك احمال زي ووتر بريشر، عندك احمال زي الايرث بريشر، وعندك احمال زي الانفجارات وهكذا. دي كل الاحمال اللي موجوده عندي بتاثر على المنشا. الجرافيتي لود زي ما قلنا فيها الديد واللايف والول والفلورنج كفر، وزي ما قلنا اللايف متفرع منه لايف لود فلور وروف وسنو لودز. عندي 3 طرق في التصميم، 3 طرق في التصميم، عندي الوركينج لود والالتيميت ديزاين وعندي الالتيميت ليميت ستيج. طيب لو جينا بصينا كده وقلنا ان اي مهندس ديزاينر لابد ان هو يبقى عشان التصميم بتاعه كويس لازم يحقق الاضلاع الثلاثه بتوع المثلث دول. انا لو جيت بصيت على اضلاع المثلث، اول حاجه سترينث، السترينث دي بتمثل ليا هي عضلات المنشا، هي القوه بتاعه المنشا. وانت دلوقتي مثلا القطاع اللي هتصممه، عندك قطاع مثلا هتصممه قطاع عمود، بيكون قطاع العمود ده ليه انترنال فورس، ليه قوه داخليه، وهي عباره عن المومنت اند شير اند نورمال. كمان لما بتعمل تحليل اناليسز للمنشا بتطلع كمان ليه اكسترنال فورس، اللي هي ان انت بتبدا تاثر بيها على المنشا. يعني انت دلوقتي حطيت العمود بتاعك، العمود ده بيبقى ليه انترنال فورس واثرت عليه فورسز خارجيه. الفورس الخارجيه لو دي كانت اكبر من القوه الداخليه كده القطاع بتاعك انصيب، والمبنى بتاعك او عضلات المنشا، لو قلنا عضلات المنشا ما تقدرش تتحمل القوه. ونخلي بالنا برضو ان اثناء تصميم المبنى بيكون التصميم بطريقه الالتيميت ليميت ستيت وليس بطريقه الوركينج، وهنعرف ليه. وهو اننا بنضرب طبعا احمال الالتيميت ليميت ستيتس دي، ان احنا بنضرب الاحمال بتاعتنا في معامل اللي هو 1.4 في الديد لود بلس 1.6 في اللايف لود. وبالتالي المرحله دي كل الناس عرفتها ودرستها خلاص، يعني في الجامعه. لو جينا بصينا على السيرفس، السيرفسابيلتي، والسيرفسابيلتي دي مهمه جدا، بتمثل هي خدمه المنشأ. انت بعد ما عملت التصميم بتاعك وطلعت القطاعات، يعني انا لو جيت بصيت كده هنلاقي ان الديزاين بتاعك ان السترينث والسيرفسابيلتي والانستابيلتي. فزي ما قلنا السترينث دي غرضها ان انت تطلع اريا للقطاع بتاعك خرسانه واريا ستيل. اما السيرفسابيلتي ده مختصه شويه بخدمه المنشا واختبارات اللي هي التشيك. وطبعا موضوع التشيك ده بيكون لما بنيجي نعمله بنعمله بطريقه الوركينج. طيب انا لو جيت بصيت كده على شكل الاستريس سترينكر، الاقي ان ده الشكل الاستريس سترينكر، هنلاقي ان في منحنى هنا، المنحنى ده بيسموه ات سيرفيس ليفل، اما المنحنى اللي فوق ده بيسموه ات التيميت ليميت او التيميت تنسايل سترينث. فانا عندي منحنى هنا اهو، وعندي في منحنى تاني في اي حته هنا. المنحنى دوت اللي هو بيسموه ات سيرفيس ليفل ده هو عبارة عن أثناء تشغيل المنشأ بتاعك، إنما دوت المرحلة اللي بعدها، خلي بالك ده ألتيميت تنسايل سترينث، ده الألتيميت اللي هي مرحلة اليلد اللي هو بعدها يحصل القطاع يحصل له إيه؟ خلاص هيوصل لمرحلة الانهيار الفيلير. خلاص؟ فأنا لما باجي أعمل تشيك بعملها في أثناء خدمة المنشأ at surface level، ما ينفعش اعملها at ultimate tensile strength. طب ليه؟ بمعنى لو انا جيت ضربت لك مثال، انا لما باجي مثلا اعمل تشيك ديفليكشن، تشيك ديفليكشن الترخيم بتاعي، الترخيم ده انا لازم اعمله اثناء خدمه المنشا مش لما المبنى بتاعي يقع. خلاص يبقى انا بعمله بروح المبنى وهو اثناء فتره تشغيله وليست بعد ما يقع. وبالتالي اي تشيك يا باشمهندسين هبدا اعمله بطريقه الوركينج، سواء كان التشيك ده ديفليكشن، سواء السلوب، او سواء عندي مثلا فايبريشن، عندي مثلا
احمال ماكينات وكده، ببدا اعمل تشيك ليها. الضلع الثالث وهو الاستابيليتي، بيتمثل في حاجه اسمها اتزان المنشأ. بعد تصميم انا دلوقتي خلاص طلعت قطاعات محترمه، شكيت الديفليكشن والسلوب والفايبريشن وكل حاجه تمام، الاستابيليتي بقى ايه؟ بتمثل ايه دي؟ الاتزان بتاع المنشأ. اول حاجه بتعملها اثناء اتزان المنشأ انك بتعمل تشيك، هو عباره عن تشيك برضه. طيب التشيك الاول، التشيك هو الابليفت. طيب هو ايه اصلا هو الابليفت؟ انت لو عندك دلوقتي سفينه في البحر، السفينه دي بتلاقيها محمله بمئات الاطنان غير الوزن بتاعها. ليه لو جينا سالنا حصل لها اتزان؟ لان هنلاقي ان رد الفعل القوه من اسفل السفينه اكبر من الاحمال اللي جايه فوق السفينه. باختصار كلنا درسنا قاعدة أرشميدس في الفيزياء، وهي إن إذا غمر جسم في سائل فإنه يلقى دفعا من أسفل إلى أعلى. جيب لو أنت جبت كوباية وحطيت فيها مية وحاول تغمر فيها جسم، هتشوف النظرية دي. يعني لازم أعمل تشيك، تشيك ده خاص بالديفليكشن، خاص بالأبليفت، كمان الاستابيليتي خاص من ضمن الاستابيليتي اتزان المنشأ السلايدنج، الاوفر تيرنينج، دي كلها لازم نعمل تشيك. مهم جدا انك كراجل ديزاينر لازم تحقق زي ما قلنا ابعاد المثلث الثلاثه، زي ما قلنا الديزاينر لازم السترينث طلع قطاع ريستيل، سيرف سبيلتي، ديفليكشن وباتلينج، سلوب وفايبريشن، يبقى لازم تحقق التشيك دول كلهم، والاستابيليتي الاوفر تيرنينج والسلايدنج والابليفت. وزي ما قلنا مع بعض ان لما بنيجي نصمم بقى، يبقى احنا قلنا ان احنا عندنا 3 طرق للتصميم، الوركينج والالتيميت ديزاين. الوركينج عرفنا احنا هنعمل بيها تشيك، الالتيميت ديزاين دي هنعمل بيها هنصمم قطاعات المنشأ، العضلات بتاعت المنشأ. خلاص، اذا طالما انت قلت في ناس، خلي بالك، مدارس بتصمم وبتعمل تشيك كل حاجه بالوركينج، وفي مدارس تانية بتصمم وبتعمل تشيك بالالتيميت، انما المدرسه اللي بتصمم بالالتيميت، بتطلع قطاعات بالالتيميت وبتعمل تشيك بالوركينج، بيسموها التيميت ليميت ستيتس. خلاص، ده نهايه الحلقه بتاعتنا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.